أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا كان أهل البلد يلبسون البنطال والقميص، فهل يلبس مثلهم أم يكون والحالة هذه متشبه بالكفار؟ البنطال ما هم من خصائص الكفار، يلبس كثير من المسلمين. إذا كان عادة أهل البلد أنهم يلبسونه فلا بأس في لبسه، أما إذا كان عادة البلد أنهم يلبسون الثوب والقميص ولا يلبسون البنطال فلا تخالفهم، البس لباسهم. نعم.